أثابكم الله. في سؤال ثالث تقول: عندما تطبخ التلميذات في حصص التدبير المنزلي يأتين لنا بأكل من طبخهن، فما حكم أكل هذا الطبخ من عمل أيديهن؟ أحرام هو أم حلال؟ جزاكم الله خيرا. هذا حلال لأنه مبذول للأكل، أنه يصنع للتعلم ثم يبذل للأكل ولا يطرح ويلقى في الأرض، لأن في ذلك إضاعة للمال. أكله مباح لأنه معروض للأكل ومباح لمن يأكل. نعم.